صباح الخير. إذن كما تتبعتم نعيش اليوم لحظة الدخول المدرسي الفعلي. اليوم جميع التلاميذ بالإقليم التحقوا بمؤسساتهم في ظروف الحمد لله عادية وجيدة. بالأمس كان التحاق الأطر الإدارية الأطر التربوي عفوا وأطر التفتيش، وأول أمس كان التحاق الأطر الإدارية. كما قلت جميع التلاميذ الآن التحقوا الحمد لله على مستوى أزيد من 200 مؤسسة بالإقليم في الثانوي التأهيلي والثانوي الإعدادي والثانوي الابتدائي في ظروف عادية الحمد لله. كذلك الداخليات عملنا على تأمين الإيواء لجميع التلاميذ الداخليين في عشية الدخول المدرسي، يعني يوم أمس جميع الداخليات كانت مفتوحة في وجه المتعلمين والمتعلمات حتى نؤمن لهم دخول سلس وفي ظروف جيدة. كل الشكر للسادة المديرين والسادة المفتشين والسادة الأساتذة وكل من ساهم معنا في التعبئة من أجل هذه المحطة المهمة جدا، وطبيعة الحال السلطات المحلية والهيئات المنتخبة ووسائل الإعلام. شكرا جزيلا لكم.